السلام عليكم طلاب الصف الرابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. تحدثنا امبارح في مادة العلوم عن أنواع المواد والأجسام من حيث سماحها للنطوء بالمرور من خلالها. حكينا تقسم أولا إلى الأجسام الشفافة وهي التي تسمح للضوء بالمرور من خلالها مثل الزجاج، لذلك أرى الجسم الموضوع خلفها. الأجسام شبه شفافة هي التي تسمح بمرور جزء من الضوء مثل النظارة الشمسية، لذلك أرى الجسم الموضوع خلفها لكن بلون مختلف. أما النوع الثالث فهي الأجسام المعتمة وهي الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الخشب، لذلك لا أرى الجسم الموضوع خلفها. الآن رح نتحدث اليوم عن ظاهرة تحدث للأجسام المعتمة وشبه شفافة فقط، وهي عند سقوط الضوء عليها يتكون لها ظل. طبعا ليش فقط جسم المعتم وشبه الشفاف؟ لأنه بيسمح أو تمنع لا تسمح بمرور الضوء من خلالها، والشبه الشفاف يسمح بشيء بسيط بأنه يمر من خلالها. خلينا نتابع الآن هذا الفيديو مع بعض مس علشان بعد هيك نشوف أو نناقش تكون الظلال. يلا رابع نتابع مع بعض هذا الفيديو، قمت بعمله بالمختبر. يلا. الظل يتكون من الأجسام المعتمة أو الشبه شفافة. مثال عليها أن هذا المكعب هو عبارة عن جسم معتم، بعد عندما الشمس عليه، احنا هون بمختبر العلوم تسقط الشمس عليه ضوء الشمس من النافذه، تسقط على الجسم المعتم. طبعا الجسم المعتم حكينا لا يسمح بمرور الضوء من خلاله، بينعكس لاحظ بالجهه المقابله من الشمس يظهر عندنا الظل، هذا هو ظل المكعب. الكره ايضا من الاجسام المعتمه التي يتكون لها ظل، ولاحظ الظل تكونه في الجهه المقابله للشمس، الشمس تسقط من هذا الاتجاه، الظل يتكون في الجهة المقابلة. الجسم الثالث أنا عندي هو جسم من الزجاج. الزجاج من المواد الشفافة التي تسمح بمرور الضوء من خلالها. لاحظ يا رابع، لم يتكون ظل لهذا الجسم الشفاف، إذا يتكون فقط للأجسام المعتمة أو الأجسام الشبه شفافة. أما الأجسام الشفافة لأنها تسمح بمرور الضوء من خلالها فلا يتكون. إذا يا رابع زي ما شفنا قبل قليل في تجربتنا أن الظل تكون للأجسام الشفافة اللي موجودة أمامنا هاي بهاي الصورة، تكون للمكعب، تكون للكرة، لاحظ الظل، ومكان تكون الظل هي في الجهة المقابلة للشمس، الشمس كانت بهذا الاتجاه، الظل تكون في الاتجاه المقابل. لاحظ الآن هذا الجسم الزجاجي لم يتكون، لا يوجد له ظل، لأنه الأجسام الشفافة لا يتكون لها ظل. إذا الظل لغاية الآن تعرفنا أنه يتكون للأجسام المعتمة أو الشبه شفافة ويكون في الاتجاه المقابل للمصدر الضوء إن كان شمس أو أي مصدر ضوء آخر. الآن خلينا نلاحظ الصورة الموجودة عندنا بصفحة 18. لاحظ الصورة الشكل ألف والشكل باء. ما الفرق بين الشكلين ألف وباء؟ أول فرق راح تلاحظوا يا رابع موقع الشمس. في ألف موقع الشمس موجودة في الأعلى اللي هي مبين وقت الظهر، أما في باء فشروق الشمس اللي وقت الصباح. لاحظ نتيجة اختلاف موقع الشمس اختلف طول الظل، شكل ألف طول الظل قصير والشكل باء طول الظل طويل، إذا الاختلاف نحكي طول الظل بالشكل ألف أقصر منه بالشكل باء وموقع الشمس مختلف. نكتب الإجابات على الكتاب. في اثنين، في أي جهة يقع الظل بالنسبة إلى الشمس؟ لاحظ الشمس بهذا الاتجاه الظل يكون دائما في الجهة المقابلة للشمس، إذا نكتب الإجابة في الجهة المقابلة إلى الشمس. إذا تحدثنا أولا هيلاحظ عندنا هذا الرجل الشمس في هاي الجهة، يتكون ظل للرجل في الجهة المقابلة أو المعاكسة لمصدر الضوء. إذا الظل يتكون للأجسام المعتمة أو شبه الشفافة ويظهر في الجهة المقابلة لمصدر الضوء، لكن حكينا لاحظنا إنه في عندنا اختلاف في طول الظل. شفنا بالصورة عند شروق الشمس يكون أطول وأقصر ما يمكن عند الظهيرة. الآن يا رابع بدي أفرجيكم تجربة أخرى كيف يختلف طول الظل إذا قمت بتقريب مصدر الضوء من الجسم أو إذا قمت بتقريب مصدر الجسم من الحائط أو الحاجز اللي أنا حاطه أمامي. خليني أرجع أحضركم هذا الفيديو وبعدين بنرجع بنناقش اختلاف طول الظل.
أفرجيكم الآن الفيديو الثاني. يلا تفضلوا خلينا نتابع مع بعض. بدنا نشوف تكون الظل للقلم الموجود أمامنا. لاحظ أنا عندي مصدر للضوء في الجهة المقابلة، الظل دائما يتكون في الجهة المعاكسة لمصدر الضوء. هاي ظل القلم موجود على الحائط. لاحظ يا ربع تغير طول الظل إذا قربت القلم عن الحائط، لاحظ كيف يبدو أقصى حتى يبدو نفس طول القلم. الآن أحاول أبعد القلم عن الحائط، يختلف طول الظل. إذا بيختلف عندي طول الظل إذا قمت بتقريب الجسم من الحائط أو إذا بعدته عن الحائط. أيضا بيختلف إذا قربت مصدر الضوء من القلم. هاي لاحظ عم بقرب أنا مصدر الضوء. طبعا رابع مصدر الضوء عندنا في هاي الحالة كنت عم بستخدم الفلاش من الجهاز التليفون. خلينا نكمل التجربة. القلم أيوة شايفين كيف مصدر الضوء أصبح الظل طويل، هيك قريب مصدر الضوء، نحاول نبعد مصدر الضوء عن القلم، أصبح الظل أقصر. إذا اختلف عندي يا رابع، اختلف طول الظل إذا قمت بتقريب أو إبعاد الجسم عن مصدر الضوء أو إبعاد وتقريب مصدر الضوء عن الجسم. إذا نعيد كمان مرة أنه الظل بيتكون للأجسام المعدمة أو شبه الشفافة، يكون دائما في الجهة المقابلة لمصدر الضوء. لاحظنا أنه الظل يكون أطول ما يمكن عند شروق الشمس وأقصر ما يمكن عند الظهيرة. بيختلف طول الظل حسب إذا قمنا بتقريب مصدر ضوء، زي هاي التجربة اللي أنا قمت قبل قليل بفرجيتكم إياها عن طريق القلم. إذا قمت بتقريب مصدر الضوء من الجسم بيختلف طول الظل، وإذا قمت بتقريب نفس الجسم إلى الحائط أيضا يختلف طول الظل. هيك نكون أنهينا إن شاء الله لهاي الوحدة. المرة الجاية رح نتحدث، رح نحل أسئلة مراجعة الدرس، ورح نلخص مادة الظل. يعطيكم العافية.